وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. هذه المسألة من مسائل أيضا يوم القيامة. لا زال الشيخ رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم، إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل، ولا ألذ في الجنة من رؤيتهم لربهم عز وجل. وهذا جاء في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة، وهي البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة بأبصارها إلى ربها، عداه بإلى. وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار، فهي تنظر إلى الله جل وعلا. هذه وجوهها للإيمان، هذه من أدلة من القرآن. وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يوم القيامة لا يرون الله، أدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الأحاديث فكثيرة جدا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية، وأنها بلغت حد التواتر، أنها بلغت حد التواتر.